السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم مميز وجو مميز في مدينة جدة، المدينة المميزة، اليوم الأحد 3/3/1440 هجرية، 11/11/2018 ميلادي. نلتقي بشخصية من شخصيات الوطن بين الطائف وجدة والرياض قبلها، الأستاذ عبد العزيز الراشد، شخصية وصل إنه قائم مقام جدة بالتكليف من سمو الأمير ماجد رحمة الله عليه، أمير منطقة مكة المكرمة في ذلك الوقت، وباع طويل في جامعة الملك عبد العزيز. وفي جامعة الملك عبد العزيز عاصر 5 عمداء منها، بدءا بالحبشي، دكتور الحبشي، وانتهاءا بالدكتور رضا عبيد، طبعا مرورا بالدكتور محمد عبد اليماني وعبد الله عمر نصير. وبداياته الرياضية كان نجم من نجوم الرياضة في مدينة الطائف في عز رياضة الطائف مع الأستاذ عبد العزيز الراشد. طبعا أستاذ عبد العزيز، أنت تعلمت في المرحلة الابتدائية والمتوسطة؟ ابتدائية كنت في الصرافية وتخرجت من الابتدائية الحمد لله، وكنت دائما الأول على زملائي في الطائف. نعم، كنت يسمون العريف. هذا عبد الرحمن يماني، شوفوا عندك منهم يسألوا هذا عبد الرحمن موجود هنا عندك. وبعدين انتقلت طبعا إلى الثانوية، فدرسنا في العزيزية، بعدين انتقلت المدرسة اللي كانت عند القشلة، ما أدري يسمونها حق نجمة، لا نجمة في الأخير. انتقلنا بعدين من عند باب الريع المتوسطة الأولى، نعم. بعدين انتقلنا منها إلى نجمة، وكان مديرنا حامد مير الله يرحمه. والجامعة وبعدين؟ بعدين الجامعة كيف جبت فيها؟ لا بعدين دخلت في الجامعة، ابتعدت وأنا أحمد الثامن العام لأمريكا، وحصلت على البكالوريوس من جامعة بورتن ستيت يونيفرسيتي عام 1965. خمسة وستين. المهم بعدين رجعت لأمريكا مرة ثانية، وكان كنت أنا يعني أخذت زملائي، وكنت بعد ما درست في الجامعة، جامعة أم القرى اللي كانت أول كلية التربية والشريعة، درست أولى جامعة وثانية جامعة ورابعة جامعة الرياضيات فيها مدرس، نعم. بعد كده بتعثني الماجستير، فأنا حصلت على ماجستير إدارة أعمال من واشنطن، من جامعة واشنطن. بعدين رجعت واشتغلت في جامعة الملك عبد العزيز كمحاضر، وبعدين صرت مدير شؤون موظفين في جامعة، مدير البحوث الخارجية في جامعة الملك عبد العزيز، وبعدين صرت مدير شؤون موظفين في جامعة الملك عبد العزيز، ثم صرت مساعد مدير الإدارة العامة في جامعة الملك عبد العزيز، وكان في ذاك الوقت عبد الرحمن طيب الله يرحمه. وبعدين صرت مدير عام الإدارة العامة في جامعة الملك عبد العزيز لمدة 18 سنة في الجامعة ككل خدماتي هذه. وبعدين انتقلت إلى قائم مقام جدة، كان قائم مقام جدة الله يرحمه عبد الرحمن السديري، فصرت وكيل قائم مقام جدة. وعندما توفى رحمة الله عليه كنت أنا كقائم مقام جدة بالتكليف من الأمير ماجد رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك صرت أنا المسؤول عن إسكان الكويتين سنة 1992 لما حصلت النكبة عليهم الله يرحمهم، وهذا هو عبد العزيز. يرجو الله القدير بأن تكون هذه السيرة إن شاء الله حقيقية، وأنا متأكد إن شاء الله حقيقتها. وجزاك الله خير على هذا المقابلة الطيبة. الله يعطيك العافية. يعني هم يعتبروا خصما لنا بالرغم من محبة اللعيبة، واحدة لكن يملي التنكة هذه حذل، ويقول للقهوة يجي حطوا الحذلين ثم يجيكم على سيارتهم. ليش؟ لأنهم مرة لعبنا في ساحة إسلام، فكان الله يهديهم حاطين مشجعين، وكان يضربونا بالحصى ويذروا فوق رأسنا تراب من المدخل واحد، وحنا في الباص كانوا ياخذ، والله إن أخوي عبد الله إن الدم يسير منه وغيره، إنه بالحجارة. ليش نغلبهم؟ ما عمرنا غلبنا ابدا واحنا في درجه ثانيه، ما غلبنا الين طلعنا درجه اولى. واتذكر كم شيء ما انساه، عبد الرزاق بكر، وعبد الله بكر كان يلعب، جانا الاتحاد ولعبنا، وطبعا اول ما كان فيه في جده الثغر
والاتحاد. والاتحاد اللي سمي الآن بالأهلي. وأنتوا علاقتكم بالاتحاد؟ إحنا يعني مثل حلفاء مع علاقات حلفاء ثقيف مع الاتحاد. حلفاء لما نروح عندهم هناك يضيفونا ونلعبهم مناورة، ولجوا عندنا في الصيف نضيفهم ونلعب مناورة. والتضامن؟ التضامن مع الوحدة. ماجد عبد الله. أحمد عبد الله. أحمد عبد الله مدرب جاب محمود مرديني، وكان هو كان هو يعمل عندنا يفصل الشورتات والكدايس، وكان يدربنا وكان محله يعني. نعم جاب محمود مرديني كمان، وكان محله في خان المرطاني. كان عنده محل خياطة في خان المرطاني. كان عنده محل كان يسوي الأشراط حقتنا وأشراط اللعيبة، ويسوي الكدايس، وفي نفس الوقت يدربنا في الجزر. يدربنا أي نعم. هذه يدربكم في يدربنا في الملعب. أبوه أحمد عبد الله يعني كذا سنة دربكم مو ها؟ كذا سنة دربكم. أيوة استمر. هو المدرب استمر لين محمود توفى الله يرحمه، بعدين عاد ما أدري وين راح أحمد. وقتها ولده ما ظهر يعني ما جاء. ما كان عمره 5 سنين. ما أعرف أنا ما أعرف إذا كان هو. كان يجمع أبوهم وقتها. ما أدري. وقت ما عبد الله أخوه اسمه عبد الله. فأقول لك كان في عندنا شخص ما ننسى اسمه شرف الشريف شرف. هذا كان من مشجعي النادي، وكنا إذا رحنا نلعب في ما كان في مكة إلا ساحة إسلام وفي جدة الصبان. نعم. وكنا عشان يعني كنا لا رحنا نلعب مع أي فريقين، كان هو يقابلنا في السير الكبير، وإذا كنا غالبين سوانا سريك في السير. ولا بايزين والله ما كذب عليه. وإذا نمنا في الصباح يسوونا شكشوكة السير الكبير، ما في أحسن منها. صح ولا غلط؟ صح. نشوفها شيء عظيم. نهر الطايف هو؟ أي من نهر الطايف. كيف؟ من نهر الطايف. فأقول لك يعني مر زمان يعني لا يمكن ننساه. كنا في الواقع إذا أردنا نروح نتفرج على وبعدين لا يمكن مباراة بين واحد واتحاد فوتها، لا يمكن صعبة. كان منافسة قوية. وفي شيء في شيء مهم ده أقول لك إياه كمان جدا هذا يعني نادر يقول. فكان إذا كان في لعبة الاتحاد في ملعب الصبان نروح من الظهر من نتغدى سندويشات هناك، وكان معانا حب بمقبرة، وكانت كل المدرجات صبة. وكان مرة يوم دخل الاتحاد هدف في الوحدة ويرمي نفسه من فوق، والله من فوق الناس، والناس تأخذ من صف لصف لربته جوة الملعب. والله حمد بقول الله رحمة الله عليه شيء قدامنا. كان محمد مش على السديري، كان محمد مديرة. مش على السديري كان رئيس. كان عندنا حارس، كان عندنا حراس. أيه. إبراهيم شاكر مثل إبراهيم أتذكر اللي في الجيش إبراهيم سمي إبراهيم لا أقدر أسميه. وكان شو اسمه إبراهيم عوني يلعب كمان حارس، يلعب حارس، ومش على السير يلعب حارس، ونايل هزال حارس. كل الأربعة ذولا كانوا حراس عندنا في مين كان كابتن الفريق ثقيف وقتها؟ وين وقتك في الفريق؟ شوف أنا أقول الوقت اللي كنت فيه. خلنا أقول لك كان في الواقع يعني كابتن الفريق والله يا ابن الحلال. خلنا أقول لك أول كان عبد الرحمن قصير كل لاعب. شوف كان يلعب معنا عبد الرحمن قصير كان هو كابتن. أيه. وعلي العصيمي كان هو كابتن يلعب معنا كمان. أيه. وكان محمد حبيبي رحمة الله عليه صورة هذا مع محمد حبيبي. أيه. يلعب معنا، وكان يلعب معنا أيضا واصل بريك ومحمد بريك والمهندس مسلوب وش اسمه اللي يقول جلال عبد الوهاب قطي واللي يقول جلال قاسم صياد سفر في حنبت، وكمان إبراهيم سفر إبراهيم سفر مع التضامن مع التضامن، وكمان حمد طبعا كان العمل. الشيء الثاني اللي هو يعني يدلك على براءة الإنسان، وما كنا في السن اللي إحنا في الواقع نقول ميز بين يعني أن تظهر مظهر اللاعب القوي، ولكن كنا أول شيء إنه إحنا نخدم أنفسنا، إحنا ندفع فلوس للي يلعب معانا السوداني، وكانوا السودانيين يلعبوا معانا صح يعني، وكنا ندفع كمال حمامي صالح عدني علي سوداني كثير مندبه فلو كان عندنا هذه كلها كنا احنا نعطي فلوس من 10 ريال كذا حسب يعني احنا نشتري اشراطنا وحن نشتري فنايلنا وحن ندفع فلوس عشان نركب وندفع فلوس للأجار للإدارة عشان تعطيها الأجار. ما كان في إعانة في هذيك؟ ما كان في إعانة للأندية؟ يمكن بسيطة إذا كان إحنا بندفع إيجار الأبلكاش
كنا قبل بكاش السياره انت تدفع لها، احنا ندفع لها الايجار حقها، واحنا ندفع فلوس عشان يجي خلوا زملائنا في اللعب الباكستاني السودانيه يلعبوا يدفعون فلوس زي صالح عدني كمال حمامي، هذول كلهم كانوا وفي المندبه وفيلو ما كان في رواتب من الدوله او مراتب اصليه ولا شيء ولا شيء ولا ولا الاستاذ علي رابغي كان يلعب معاكم ولا في الاداره؟ لا علي رابغي ما كان لا علي رابغي ما يلعب معنا واحد دعم معنوي. نعم نعم. والشيء الثاني انه كان في مباراه لن انساها او مباراتين لعبنا مع الثغر وكان فيها عبد الرحمن كتالوج او عبد القادر كتالوج وكنت انا العب هاف باك فخايب هو اطول مني هاف باك يعني ايش باك وهاف باك اللي هو جنب الباك يسموه ظهير ايمن اللي هو ظهير ايمن وظهير ايسر مع 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 ف يعني الله سبحانه وتعالى يعني انا سريع في جري وبعدين يعني الله الحمد لله وهبني الله سبحانه وتعالى اني امشي حالي مع 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 الكوره فبعدين كان في كوره بيني وبينه ما اقدر احط رجلي ما اقدر احط لا لا ما اقدر اني انا اخلي رجلي قدام راح اشيل انا رجلي فقمت جلست على بسرعه كذا جلست على وحطيت رجلي على الكوره وشاتني انا ورجلي رجلي تفقد قد كذا رحت اتعالج عند طبيب قال لي ترى بعد 30 سنه راح ترجع نفس وفعلا بعد 30 سنة تقريبا تالي وإلى الآن تالي من ركبتي فأنا بشتكي عبد القادر عبد الرحمن أو عبد القادر بدري واحد كانوا يلعبوا في كان يلعب في الثغر ثغر في الثغر يلعب واحد يلعب في الاتحاد يا عبد الرحمن يا عبد القادر والثاني يلعب في الثغر هم اثنين أستاذ عبد العزيز أنت تتحدث الكلام هذا قبل أشكال حوالي 40-50 سنة أشكال من 50 سنة هذا في السبعينات هجرية نعم في ذاك الوقت يعني تلعبوا مع الثغر مع الاتحاد مع الوحدة يعني كان مستواكم بمستواهم يعني كان أحسن لعيبة بعد الاتحاد أحسن لعبة أنا بقول كذا بقول أحسن أو أحسن نادي طلع بدون أن يغلب ولا مرة هو نادي ثقيف نعم 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 ولعيبتنا كانوا يؤخذوا من الفريق بإغراءات منهم من راح الرياض منهم من راح مكة من لكن خليني أقول لك الحاجة البسيطة البصري إليها إنه ذاك الوقت اللي ضربت ركبتي فيه كان عبد الرزاق بكر ما أنساه كنت ألعب هاف باك جانا وقال دخيلكم بس قول واحد يقول إحنا حلفاءكم بس قول واحد عشان لو اذا غلبونا راح اخذوا الكاس عن وحده فقعدت اتشاور شو يعني هذا شيء ما انكر اقول لك جهل فينا طيب وش رايكم اتكلم مع محمد حبيب اتكلم مع الباك طيب وش رايكم خليهم يسجلوا فينا احسن وبدل هذول حلفائنا ونوافق وخليهم يسجلون فيها هدفين عشان ياخذوا الكاس هذه ما انساها نهائيا واللي كلمني والله يا عبد الرزاق بخوي كانه اليوم يقول لي دخلت بس لو قال واحد